سيدي بجوز يكون قطع النهر. بهالزرعة هاي؟ ما بظن هذا الشيء. رقيب أمي، من الشط راقب الاتجاه لجوا. حاضر سيدي. يا شباب خلوا عيونكم مفتحة. حاضر سيدي. أوكان، أنت شفت لي النقيب كيف حضن البنت بين إيديه؟ النقيب هلأ صار القبضاي تبع البنت بهاي المهمة. يا شار، يا ريتك تخرس وتركز على الهدف بقى. هلأ البنت رح تروح على المستشفى، وأول ما تتحسن رح تقول عنه هذا النقيب بطلي وفارس أحلامي أنا. إيه أساساً النقيب ناطر هاي اللحظة. هاي القصة رومانسية يا أخي. القبضاي بياخد الأميرة تبعه وبيعيشوا بسعادة، والفيلم تبعنا بتكون نهايته سعيدة مثل العادة. عن أي فيلم عم تحكي؟ تطلع حواليك لك يا شار، مو شايف وين نحن هلأ؟ لك حتى نحن ما منعرف إذا رح تقدر توصل للمستشفى ولا لا. هي عم بتموت، شو عم بتخبص أنت؟ شو هي قبضاي؟ ولك أنت واحد من فريق الدعم بالقوات الخاصة، يعني بطل بطل بطل. صحيح بتحكي كتير، بس حكيك كلياته على الفاضي. أوكان، عفكرة أنت سفاح الحب وقاتل اللحظات الحلوة. أنت ما عندك ذرة مشاعر أبداً. تعرف شو؟ لو عشت قبل 50 سنة رح تكون الشرير بالفيلم، لأنه ما بيلبق لك تعيش مشاعر حلوة أبداً. أنت ما بتعرف غير تخرب اللحظات الحلوة. عن جد أنت وحش يا أوكان. يا شار سد بوزك بقى تضرب. أوكان، بعمري ما توقعت اسمع منك شغلة منيحة. بتعرف هالشي؟ قال بجوز ما توصل على المستشفى عايشة. قال ولك شو هالقلب الأسود. أنت وحش يا أوكان. سهل تخلص علي يا نقيب أبداً. لك شو هالمكان هاد؟ الأحسن إنه أخذ كل احتياطاتي. لك انت لسه وراي. تعال نشوف. سيدي سيدي، هو كان هون. طلع هو مو ميت يعني؟ الله يلعنه. كوران، الآثار لساتها جديدة، ما رح يكون بعيد كتير. تعالوا من هون. أمي، هذا الواطي طلع من المي على مسافة كيلومتر، والأثر باتجاه الجنوب الغربي. فقدي المكان. علم سيدي الملازم. من هون يا شباب. لك شو هالزلمة هاد؟ يعني عنده 9 أرواح ما بيموت؟ سيدي في سيارات.
ليكون هاد الله يلعنهم. كوران هروب، كوران هروب بسرعة، هدول اجوا مشان هداك الوطي. أمي أمي انتبهي، بعدي عن السيارات فورا. لي ما رح تطلع من هون عايش يا لي، رح أدفنك بهذا المكان. اعملها إذا بتقدر. رح تدفع ثمن الأرواح اللي أخذتها. ما حدا بيقدر يدفعني أي شيء. أمي أوصي عليه، أوصي على الرشاش بسرعة. سيدي أنت بخير؟ بخير وقاعد على قلبكم. أمي أوصي على الرشاش، خليه يوقع. يلا وقفوا النار. وقفوا. خلصت اللعبة يا زبالة. وإجا يوم الحساب. وهذا حسابك عندي، رصاصتين بقلبك وزيادة على شرفك. تم إنجاز المهمة. كان لي الشرف إني أقاتل معكم كتف بكتف وإيد بإيد. سيدي وجوز، انتهت المهمة.